حضرتك صاحب مستودع؟ لا، سوار عربية. اه طيب، المشكلة بقى فين؟ يعني مشكلة الأزمة بتاعت أنابيب بوتاجاز فين؟ المشكلة الأزمة مقسوم الجولة على قد اللي بيتوزع، اللي احنا الحصة يعني الحصة قليلة المرة دي الأيام دي عن الأيام اللي فاتت؟ ده قلت كمان عن الشهر اللي فات. قد إيه مثلا الحصة يعني؟ قلت 20% عن الشهر اللي فات. 20%؟ طب والأنبوبة بتباع بكام؟ السعر القانوني بعد الزيادة اللي حصلت 8.5. ب8.5. طب البياعين بقى بيبيعوها قد ايه؟ ب13. طيب وانتوا بتبيعوها للمواطنين ولا للبياعين؟ 8.5 للمواطنين، والمواد الشرطية بياخدها برضه ب8.5. طب الأنابيب بتيجي امتى؟ لا دي مواعيد المصنع بيحددنا فيها بقى نحمل فين. يعني انتوا مالكوش مواعيد يومية؟ لا، اللي ما بيكون موجود بتوزعه. تمام. دلوقتي في انابيب؟ لا لا. طب هتيجي امتى انابيب؟ لا لسه ميعاد المصنع حددنا.